المشتركات اللي موجوده بين الاثنين حضرتك اللي هي وحدات المناوله بتاعت الاول على نفس المسارات الموجوده ده التصميم اللي موجود النهارده الجديد هنوريكم الصوره حضرتك باعتبار ما سيحدث ده ما حضرتك شايفينه عباره عن مسارات بس صورته قلت مع جماعه ده المنظر من الناحية اليمنى ده المنظر الطبيعي اللي موجود دلوقتي اما بقى الحل اللي تم التوافق عليه النهارده حد شايف حاجة النهارده ده الحل النهائي مكان المنوع اللي هو اللي موجود والدرس اللي موجودة مفيش حد هيشوف أي حاجة خالص الحل لو كان بس الناس صدرت أو حد كان سأل كان ممكن نقعد نقول له الحل التعمالي اللي هيتعمل ده الحل النهائي حضرتك اللي هو اللي هيتعمل الحل النهائي هو ده حضرتك اللي اتفقت عليه اللجنه اللي هو هيعمل فيها تغيير المسارات والمعالجه المعماريه حضرتك الجزء اللي هيبان ما اقدرش اخبي المسارات كلها حضرتك والا ما اقدرش اكسر في مبنى هاتي حضرتك كان ممكن لو يبقى مبنى عادي زي كده بقدر افتح فتحات في الحوائط فتحات في السقف لكن ده غير وارد ولا قانون 144 بتاع التنسيق الحضاري حضرتك ولا قانون هيئه الاثار بيسمح لنا بذلك لازم تبقى حضرتك حاجات خارجيه خارج عن المبنى. فالحل التوافقي حضرتك ان 90% تقريبا من 90 ل 95% مفيش حد هيشوف اي ضغط خالص. فده الحل في الصوره ودي الصوره اللي موجوده. شوفهم حضرتك زي بعض مفيش ولا حاجه، الصوره اللي اثرت الناس اللي هو الدكتات اللي موجوده وحدات المناوله بتاعت التكييف اللي موجوده. تمام؟ الحل ده هو مفيش اي حاجه باينه بس تدونا فرصه عشان من فوق نبتدي من فوق بكره. الدكتات اللي موجوده وعدد التركيب الدكتات الجديده هتاخد كام وقت؟ هتاخد حوالي شهر زياده بس شهر بس عشان تجهز بره الدكتات في فرق حضرتك كبير في التكلفه او حاجه؟ لا خالص لو في معركه المعماريه دي هتتكلفه الشركه اللي هي بتدخل المشروع دون ايجار دون جنيه واحد ما طلبتش في تغيير المسارات نهائي خالص